مشاهدينا، ولمناقشة أزمة القذائف المحملة باليورانيوم المنظم والتي أمدت بريطانيا بها أوكرانيا والغضب الروسي المتنامي تجاه هذه الخطوة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. السلام عليكم. ورحمة الله. حياكم الله، أهلا أستاذ. في ظل التوتر الذي أثرته القذائف المحملة باليورانيوم المنظم، يجدر السؤال، هل وجود هذا اليورانيوم المنظم في القذائف يصنف كسلاح نووي وفق المعايير الدولية؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء الخير. يعني في الواقع هو طبعا نوع من أنواع الأسلحة النووية. نعم. هذا يستخدم في المناطق التي تكون فيها الجبهات متقاربة من أجل عدم التأثير على القوات الصديقة في ميدان المعركة. نعم. طبعا بالنسبة يعني موضوعنا روسيا، روسيا بالتأكيد طبعا يعني أعلنت على لسان رئيسها بأنها ستنشر أسلحة تكتيكية نووية في بيلاروسيا. طبعا يعني بالنسبة لروسيا لديها صواريخ تستطيع أن تنطلق من القواعد الموجودة فيها الحالية تصل إلى يعني إلى كل أرجاء تقريبا الدول التي يعني تختلف معها في المعركة أو التي تصطف إلى جانب أوكرانيا. يعني هو عبارة، ما يجري الآن هو عبارة عن استفزاز لهذه الدول ومنعها من تزويد أوكرانيا من السلاح الحديث. في الواقع الأسلحة يعني المنظمة التي تحتوي على اليورانيوم المنظم طبعا لا شك بأنها يعني تختلف اختلاف يعني كبير جدا عن الأسلحة النووية يعني الاستراتيجية. الأسلحة النووية التكتيكية يعني ترمى ويكون لها تأثير كبير في المنخفضات وفي الأودية وفي الأماكن التي يكون فيها الطرف الآخر في مناطق يعني ممكن أن تبقى فيها هذه يعني النوع من الأسلحة في استمرار لوجوده أثناء الرمي به، وطبعا له تأثير على المنطقة التي يرمى فيها، نفس التأثير النووي الاستراتيجي. طيب، هنا السؤال، ما مدى احتياج أوكرانيا لهذه القذائف المحملة باليورانيوم المنظم، وكيف يمكن أن يؤثر على أرض المعركة والواقع؟ كيف يمكن أن يقلب الواقع لمصلحة القوات الأوكرانية مثلا؟ نعم، بالنسبة لموضوع يعني الفني أو التعبوي بالنسبة للقذائف، هذه القذائف يعني نفس تحمل نفس صفات القذائف التقليدية، سواء كانت المتفجرة أو الجوفاء أو الخارقة. نعم. نفس القوة التأثيرية في اختراق الدبابات، وإنما أن هذا النوع من الأسلحة التي تقوم ب أو التي تحتوي على اليورانيوم. نعم. المنظم يعني هو عبارة عن تأثير على الأشخاص، على البيئة الفيزيولوجية للناس الموجودين ضمن أو المقاتلين الموجودين، حتى الناس يعني المدنيين الموجودين ضمن منطقة القتال. نعم. سيكون له تأثير. لكن منظمة بريطانية مناهضة للأسلحة النووية دانت تسليم بريطانيا للذخائر واعتبرت أنها ستؤدي إلى كارثة بيئية وصحية، هل ترى أن مثل هذه الإدانات تعتبر سياسية أكثر منها مهنية؟ نعم، هي يعني لكي يعني تبرئ ذمتها أمام العالم. نعم. في الواقع لها هذه يعني هذه التصريحات لها تأثير كبير على يعني عدم تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، لأنه طبعا كما قلنا في البداية سيكون له تأثير مستديم وله تأثير دائم. اليورانيوم يعني هو عنصر مشع وله تأثيرات حتى على الجغرافيا وعلى البيئة، وله تأثيرات بيئية على المناطق التي يرمى بها، مما يعني نحن نعرف مثلا أمريكا عام 1945 عندما رمت القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي، يعني كان طبعا له تأثير على الأجيال. ولكن يعني هذا اليورانيوم المنظم الذي تحتوي عليه القذائف يعني سيكون له تأثير، لكن ليس بالتأثير الاستراتيجي، لأنه هو محدود ضمن المنطقة التي يتم الرمي عليها. ولكن يعني روسيا وأوكرانيا كذلك تعتبر سلة الغذاء العالمي، والقمح وكذلك الحبوب معظمها تزرع في هذين البلدين، ما مدى تأثير استخدام مثل هذه الأسلحة على الأمن الغذائي العالمي؟ يعني هنا مربط فرس. في الواقع يعني كان يعني هذا النوع من السلاح طبعا
طبعا يعني في المناطق التي طبعا يتم تبادل الرشقات بقذائف الدبابات على هذه المنطقة سيكون له تأثير يعني ليس بالحجم الكبير، وإنما في المناطق التي رميت بها وليس كما هو يعني في القنابل الاستراتيجية أو القذائف الاستراتيجية أو النووي الاستراتيجي الكبير، سيكون له تأثير ضمن المنطقة التي يعني يرمى بها كما قلت، وليس يعني له انتشار كبير. حتى القنبلة الاستراتيجية التي تم رميها هي أثرت على المناطق على لها محيط، يعني القنابل الانشفارية النووية الذرية التي تنقسم فيها كل ذرة إلى جزيئات، طبعا هي تنتشر بشكل يعني واسع جدا، تؤثر على المحصول على الثمار على الحبوب على كل شيء، لكن هنا في المنطقة هي فقط على الجبهات التي ترمى عليها هذه القذائف في منطقة يعني باخموت في دونباس في المناطق التي طبعا يعني ترمى بها يعني احتكاك مباشر. طيب القذائف التي تخترق الدروع لاستعمالها في دبابات تشالنجر 2 البريطانية والتي منحتها لندن إلى الجيش الأوكراني، إلى أي مدى ستدخل بريطانيا في دائرة صراع ومواجهة مباشرة مع روسيا؟ يعني بالنسبة لبريطانيا طبعا هي منذ بداية الحرب يعني بدأت بتزويد أوكرانيا، وحتى قبل بدء الحرب يعني الشحنات القتالية من السلاح ومن الذخائر من الميندال وغيرها كانت تنزل عندما كانت الأمور مشحونة بين أوكرانيا وروسيا، وتنزل في المطارات العسكرية، وكان يعني روسيا يعرفون بأن البريطانيين هم يعني عبارة عن قوة رئيسية في دعم أوكرانيا. باعتقادي لن يعني لن يؤثر كثيرا، وإنما تصريحات بوتين في الواقع هي عبارة عن تصريحات يعني من أجل أولا كسب تأييد يعني من قبل الحاضنة، ويعني من الحاضنة الموجودة في الداخل ومن حاضنة الدول التي تدعمه مثل إيران ونظام بشار أسد وكوريا الشمالية، لكن برأيي لن يستطيع أن يؤثر بوتين على بريطانيا بشيء، لأن هناك معلومات تشير إلى أن الآن نظام بوتين يقوم بإعداد المعامل الحربية والمصانع الحربية التي كانت تنتج دبابات RT-54. يعني هذا الشيء يشير إلى أن خسائر القوات الروسية التي استنجدت بشركة حربية مثل فاغنر هي في وضع لا تحمد على ولا تحسد عليه نهائيا، ولا تستطيع ان تهدد الدول، ولكن هو لدي هذا السلاح النووي الذي دائما يلوح به، ولكن هذا يعني سيتم استخدامه في يعني نهايه الموضوع ودحر روسيا في الواقع الى غير ما رجع. الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية ربما تدفعنا إلى السؤال القادم. بحسب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنظم يقرب العالم من نهاية نووية. هل تفتح روسيا مخازنها النووية بعد هذه الخطوة الغربية لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم؟ هل ممكن أن نشهد حرب نووية في القادم؟ نعم، أنا يعني طبعا تصريحات ووضع الجاهزية ووضع الـ يعني القوات النووية الروسية في حالة جاهزية قتالية عالية، هي وصلت في الواقع منذ بداية الحرب عندما تحركت القوات النووية الصواريخ النووية كل ما له علاقة بالنووي من غواصات وصواريخ وقنابل وغير ذلك، وأصبحت يعني في حالة تأهب، انتقلت من الحالة العادية إلى الحالة العالية. هي يعني الآن أصبحت في المرحلة الوسطى بين مختلف حالات الجاهزية القتالية، فلذلك موضوع أن العالم اخترب من حرب نووية يعني سيعد بوتين إلى المليون قبل أن يستخدم، لأن كل الدول التي تدخل على خط الصراع هي دول نووية، يعني من بريطانيا وأمريكا وفرنسا. طبعا هذا الموضوع أتوقع لن يكون يعني الحديث عنه في هذه الأوقات، وإنما ربما يعني يبتعد كثيرا الآن عن ما يجري، لأن يعني خسائر روس مثلا في السابق ووصولا الآن إلى سوليدار وبخموت، الآن روسيا إذا رأيت بأن استخدام القذائف يعني كان يوميا روسيا ترمي حوالي
تقريبا 20 إلى 25 ألف قذيفة يوميا. الآن تناقص عدد القذائف إلى أقل من ذلك بكثير، إلى النصف تقريبا، لأن طبعا أصبحت بحاجة إلى قذائف وذخائر. وللعلم روسيا الآن تقوم بتصنيع ذخائر، سواء مدفعية ميدان أو دبابات في دول خارج روسيا تستنتج بها، هذه الدول كانت حليفة لها أيام الاتحاد السوفيتي، وهي الآن بحالة عوز، يعني في الواقع بحالة عوز. وكل العالم يشاهد يوميا موضوع باخموت التي أصبحت عصية الآن على الجيش الروسي. ويعني الآن هناك أيضا حملة احتياط جديدة تجتاح روسيا من أجل تعويض الخسائر التي تلحق يوميا بروسيا وترهقها في الواقع. الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.